إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، نعالج اليوم ظاهرة خطيرة انتشرت في مجتمعات المسلمين في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة الخوف من الإسلام، ظاهرة الخوف من شرائع الإسلام. كنا نسمع في بلاد الغرب عند الكافرين ما يسمى بالإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام، وإذا بنا نسمع بالخوف من الإسلام في مجتمعات المسلمين. نسمع كثيرا من المسلمين يتخوفون من الإسلام، نسمع كثيرا من المسلمين يتوجسون من الإسلام، وكأننا لسنا مسلمين، وكأننا في مجتمع لا يعرف الإسلام. ونحن مجتمع ولله الحمد تربى على سماع الآذان في المساجد، وتربى على قراءة القرآن، والأسماء المنتشرة في مجتمعنا أسماء إسلامية، فلماذا الخوف من دين الإسلام؟ إخوتي في الله، أحبتي في الله، ما هي دوافع الخوف من الإسلام؟ ما الذي جعل الناس يتخوفون من دين الله تعالى؟ ما الذي جعل الناس يتوجسون ريبة من دين الله عز وجل؟ أولاً، الدافع للخوف من الإسلام هو مكر أعداء الله تعالى ومكر أعداء الدين. يقول الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فأعداء هذا الدين يحسدون المسلمين على دينهم، ويحسدونهم على عظمة شريعتهم، ويحسدونهم على الفضل والخير الذي هم فيه، فتراهم يكيدون لهم حتى يردوهم عن دينهم. ولذلك كان شأن الكافرين وكان شأن أعداء هذا الدين في كل مكان وفي كل زمان أن يشوشوا على المسلمين، وأن يشبهوا عليهم، وأن ينشروا بينهم التهم والشائعات. يقول الله سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ويقول الله سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انتبهوا إلى هذا المكر. طائفة من أهل الكتاب إلى ماذا خططت؟ خططت
إلى الإيمان في النهار والتظاهر بالإيمان في النهار، ثم آخر اليوم يكفرون، كي يشككوا الناس في دينهم وكي يشككوا الناس في عقيدتهم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وأيضا ترون أعداء هذا الدين يكيلون التهم جزافا بالأنبياء والرسل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من تهمهم، فاتهموه بالسحر واتهموه بالشعوذة واتهموه بالكهانة حتى يخوف الناس من دعوته. ووسائل أعداء هذا الدين الإعلام، وانتبهوا إلى إعلام هذه البلاد الذي لم يتغير بعد. إعلام هذا العصر شر ظاهر، فعلى يديه تزيف الأخبار، وعلى يديه تشاع كل رذيلة، وعلى يديه تشوش الأفكار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، من وسائل أعداء هذا الدين حتى يخوف الناس من دين رب العالمين نشر الشائعات، نشر الشائعات بين المسلمين. سمعنا منذ أسابيع أناسا لا خلاق لهم يقولون ظهر في الجنوب أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك جاء التكذيب من أهل رأس جدير. من وسائلهم نشر الشائعات، لذلك حذرنا رب العالمين من الاستماع والإنصات للشائعات. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، قد انتشرت شائعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المنافقين تصيدوا فرصة تأخر أم المؤمنين عائشة عن القافلة، فأثاروا في المدينة شائعة الإفك، ولا أريد الخوض فيها. لكن ماذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، الآن إذا سمعتم شائعة تنتشر عن الإسلام وعن المسلمين، الأصل في المسلم أن يظن بنفسه وبإخوانه المؤمنين وأن يظن بالإسلام خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. من دوافع الخوف من الإسلام إخوتاه الجهل بهذا الدين، الجهل بهذا الدين. أكثر الذين يتخوفون ويتوجسون من الإسلام يجهلونه، ولذلك رأينا في مصر أيضا ثمة عندهم وسائل لنشر الشائعات، سمعناهم يقولون: طبق المسلمون حد الأذن، وليس في الإسلام حد اسمه حد الأذن. فمن وسائل أو من دوافع الخوف من الإسلام الجهل به، وذلك ينبغي على المسلمين أن يتعلموا دينهم، فالعلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم ورثه ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب، قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال: يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، لا تعمل عملا ولا تقل قولا إلا وأنت عالم بأحكامه. ومن هنا توجب على الدعاة في هذه البلاد وفي غيرها أن ينشطوا في دعوتهم من الله تعالى وأن يعلموا الناس الخير. يقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على الدعاة أن يعلموا الناس القرآن وأن يعلموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
من دوافع الخوف من الإسلام حب الشهوات. من دوافع الخوف من الإسلام حب الشهوات. يقول الله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الشهوات وأهل الملذات يخافون من أحكام الإسلام التي تقيد شهواتهم وتقيد ملذاتهم، فينشرون الخوف والرعب بين المسلمين من تعاليم هذا الدين حتى لا يتقيدوا بأحكامه وحتى لا يتقيدوا بضوابطه. إخوتي في الله، أحبتي في الله، ما حقيقة دعوة الخوف من الإسلام؟ ما حقيقة هذه الدعوة؟ ابتداء علينا أن لا ننسى أن دين الله سبحانه وتعالى إنما جاء رحمة للعالمين. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدين مبني على الرحمة وعلى التراحم، ولذلك كان المسلمون في كل صلاة يصلونها يقرؤون الفاتحة وفيها الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، وهو الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهل يخاف من دين مبني على التراحم؟ إخوتي في الله، أحبتي في الله، دين الإسلام يؤمن أتباعه. يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلى قدر اقتراب المرء من دين الله سبحانه وتعالى وعلى قدر تشبثه بتعاليم الإسلام تجده آمنا. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فديننا وإسلامنا العظيم فيه طمأنينة، لذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود: ما جلس قوم أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ونزلت عليهم السكينة، تجدون السكينة تتنزل على المؤمنين وهم مجتمعون في بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله. وإلا فمن منكم اليوم، فمن منكم الآن يشعر بالخوف وهو في بيت الله يسمع تعاليم الإسلام؟ ألا ترون أن الجميع في هذا المكان لا يشعرون بالخوف، وذلك لتدارسهم أحكام الدين وأحكام الإسلام؟ إخوتي في الله، أحبتي في الله، هذا الدين جاء بالتيسير لأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. فهل يخاف من دين مبني على الرحمة والتراحم؟ هل يخاف من دين يؤمن أتباعه ويبث الطمأنينة في قلوبهم؟ هل يخاف من دين تيسرت أحكامه لأتباعه؟ يقول الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متعظ ومتبع. رب العالمين يسر قرآنه للناس ويسر أحكامه للناس حتى يتعظوا بها وحتى يتبعوها. إخوتي في الله، أحبتي في الله، ما هي
خطورة الخوف من الإسلام. الخوف من الإسلام فيه مخاطر عظيمة جدا. أولها أن الذي يخاف من الإسلام لن يضر إلا نفسه، فمن أسماء الله تعالى الغني، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. والله عز وجل يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرب العالمين ليس في حاجة لعباده، والإسلام أيضا ليس في حاجة لأتباعه، فالإسلام منتصر لا محالة. يقول الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالإسلام منتصر لا محالة بنا أو بغيرنا، والإسلام ليس بحاجة لنا. فمن خاف من الإسلام لن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، ولن يضر الإسلام شيئا. إخوتي في الله، أحبتي في الله، الذي يخاف من الإسلام هو عدو الله وهو منافق. ما دليلي على هذا القول؟ استمعوا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وأعدوا، يقول الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، أي تبثون الرعب، ترهبون به من؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، ومن أيضا؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وهؤلاء هم المنافقون. فالذي يخاف من دين الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون عدوا لله بنص هذه الآية، ولا بد أن يكون منافقا. الذي يخاف من دين الله سبحانه وتعالى يخشى من حبوط عمله، أي أن يبطل عمله بكلية. يقول الله سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذي يخاف من الإسلام لا بد وأن يكون قد كره ما أنزل الله فيحبط الله عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم مكن لدينك في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، علينا أن لا ننسى محاسن ديننا حتى لا يأتينا أناس يعادون هذا الدين فيخوفوننا من ديننا. وفي دين الإسلام محاسن عظيمة، أعلاها أن هذا الدين يدعو إلى التوحيد، وكل الأديان الأخرى تدعو إلى الشرك. يقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أما النصارى فيقولون المسيح ابن الله، وأما اليهود فيقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون الله الثالث ثلاثة، والهندوسيون يعبدون الأبقار، والبوذيون يعبدون الأصنام، وكل حزب بما لديهم فرحون، والمسلمون لا يعبدون إلا الله خالقهم.
ولذلك كانت دعوة المسلمين في كل بلاد يدخلونها: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالمسلمون أعزاء بعبادتهم لله وحده سبحانه وتعالى. من محاسن ديننا أنه هو الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين لعباده. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. هل نخاف من دين ارتضاه الله لنا؟ هل نخاف من أحكام ارتضاها الله لنا؟ من محاسن هذا الدين إخوتاه أنه هو الدين الوحيد الذي يوصل إلى الجنة، وكل الأديان الأخرى توصل إلى النار. يقول الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الإسلامي هو الذي يوصل إلى الجنة فقط لا غير. من محاسن ديننا إخوتاه أنه يعز أتباعه ويربيهم على العزة. يقول الله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمسلمون أعزاء بدينهم، ولذلك كان أهل الإسلام سابقا لما تشبثوا بدينهم أعزهم الله، فنشروا الخير في كل مكان وعلى كل أرض وفي كل صقع. وما حادثة صراخ المرأة التي أسرها الروم ومعتصماه عنكم ببعيد، حيث قد أرسل المعتصم إلى ملك الروم، قال: من المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم: إن لم تتركها سيرت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فتركها ملك الروم ومعها خدم وحشم وهدايا، لكن لما ترك المسلمون دينهم ابتعدوا عن هذه العزة. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال القوم أين المسلمون. إخوتي في الله، أحبتي في الله، هؤلاء الذين يخوفون الناس من دين الإسلام إلى أين سيصلون؟ إلى أين سيصلون؟ وما هو منتهى طريقهم؟ استمعوا لقول الله سبحانه وستعلمون الإجابة. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هؤلاء الذين ينفقون الأموال في البرامج الإذاعية التي تشوه الإسلام وتخوف الناس من الإسلام، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في المسلسلات التي تخوف الناس من الإسلام، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في الأفلام التي تخوف الناس من الإسلام فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولن يضر الله شيئا، هؤلاء لن يضر الله شيئا ولن يضر الإسلام شيئا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احينا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم طمئن قلوبنا بالإسلام، اللهم أمنا بالإسلام، اللهم ارحمنا بالإسلام، اللهم يسر لنا طريقنا بالإسلام، اللهم مكن لدينك في هذه الأرض وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت قلوبهم،
أعداءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعمدها، جدها وهزلها. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا فيما مضى وارحمنا فيما تبقى. اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم احفظ شباب الإسلام، اللهم احفظ أطفال الإسلام، اللهم احفظ كهول الإسلام، اللهم احفظ شيوخ الإسلام، اللهم احفظ رجال الإسلام، اللهم احفظ نساء الإسلام، اللهم احفظنا يا رب العالمين، احفظنا من كيد الكائدين، احفظنا من أعداء هذا الدين. اللهم يا رب ارحمنا يا رحمن يا رحيم، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا حيث كنا بلطفك وتدبيرك فإنا لا نحسن التدبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.